أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شخص تزوج من امرأة نصرانية وأنجب منها 3 أولاد، وقد تنصر الأولاد جميعا بعدما كبروا. السؤال: هل على هذا الشخص إثم بتنصر أولاده؟ إن كان أنه مهملهم هو عليه إثم، أما إذا كان أنه ما أهملهم وحافظ عليهم ولكن هم ارتدوا هذا عليه إثم، لأنه ما قصر. نعم.